تارتا كابورا نغرس كبر باين تسيتيا من نوحة ولي كسعون يا هرمتا إذا عاد لسيتيا في ميرو أي كتر تميان دوسية دا قاركا بدا دوسية دا وكيا لا مقارا دا جاري عزمة دا دولة قبلة كير شبالة سيدا واربحين تاسينو بحي وريا عيغا عبد الرحمن حسين عمر ودني tartan ka quraan akhriska ee warbaahinta City FM oo hadda maraya qaybihiisa dhexe ayaa waxaa tartamay laba arday oo ka kala socday madrasooyinka kala ah Ibn Taymiyah iyo Abu Bakar Siddiq iyadoona tartanka uu ahaa midkii ugu xiisa badnaa isla markaana ay ka qayb galeen labadaas arday waxaana inta uu tartanka socday ardadaas ay noqdeen natiijadooda ku barbardhaca isla markaana loo baahday su'aalo ay ku kala baxaan تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تخرقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم تتقون لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا لعلكم تذكرون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم عليم وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ترتن كان أيها وحاو يهي متسي سعون دونا inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona ardada ku guuleysta kaalmaha koowaad dhexe iyo hoose la siin doono abaalmarino ay ku farxaan Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani Africa Cable Johar